هكذا يرى قلب مدينة تعز، منطقة المركزي، وكأنه مخيم للنازحين بحسب وصف السكان المحيطين، وهم أكثر المتضررين من بقايا الحديد والطرابيل والبناء العشوائي الغير مسؤول وتجميع كل المخلفات بهذا المكان. هذه مناظر غير مرضية، لا لي ولا لك ولا لأي إنسان بالبلاد هذه. إنما نحن نمشي الآن بنظام كأنه ما فيش دولة ولا في استقرار، وهذا عندك هنا مكتب البلدية والإسكان قدامه، يعتبر هذا الحوش له، الحوش للمكتب. شوف هذا حوش، هذا وسط بقلب المدينة كذا، نحن محلاتنا هنا مبندة، هذا ما نقدرش ندخل حاجة بوسط الكراكيب هذه والكراديف هذه كدافة، المفروض أن تجي سيارة بلدية وتشيل هذه المخلفات. هذا منظر، هل هذا منظر مدينة؟ معنا شارع مدينة تعز، شارع جمال، يسمى شارع جمال، الآن كله صنادق وخيام، رجعوا للاقين أحسن وقصر، احنا وخلينا السلطة المحلية هذه يروحوا معها. انه اين المسؤولية الذي عندهم؟ اين اللي يهم المواطن؟ يهم ما الا هم يخرج المواطن تهبشين من ضرائب من الواجبات، هاتوا بدون ما في اي انتاج او اي شيء او اي عمل المواطن. يحاول رجال المرور توسيع الشارع امام السيارات وسريعا ما يغلق، ويتحول الى زحام بفعل هذه التصرفات من البعض وسكوت الجهات الرسمية عليها كمكتب الاشغال والبلدية، مما يسبب انتقادا من كل زوار هذه المدينة وأبنائها. وكما يظن الجميع هنا بأن تنظيم وترتيب هذا المكان لا يكلف الكثير ويحتاج فقط للإرادة، وحتى المستفيدين من هذا المكان يرحبون بترتيبه وتنظيمه وتنظيفه كونه واجهة المدينة. الآن في لجنة مكلفة، لجنة اسمها لجنة الإصلاح البيئي بقرار من الأخ محافظ المحافظة، برئاسة اللجنة برئاسة الوكيل الشيخ عرف جامل. لجنة الإصلاح البيئي مكونة من عدة من المكاتب المعنية، وقد قامت بعمل خطة دراسة لتنظيم الأسواق ونقل بعض الفرازات الذي سبب الازدحام، وإن شاء الله من الشهر القادم سوف يتم يعني مباشرة العمل في نقل الأسواق وتخفيف الازدحام، ونبشر المواطن إن شاء الله تتم الفرق لهذا الموضوع تماما. هكذا يرى قلب تعز الذي يحب سكانها أن يرونه بأحسن صورة، نظافة ونظاما وترتيبا، حتى يشعروا بأن جهدا قد بذل لإنهاء هذه الفوضى من قبل رجال دولة يحبون مدينتهم. محمد يوسف لقناة سهيل، تعز.